سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى مع طارق في القناة ديالكم ديال أفضائل. هذا القناة اللي مختصة في مجال العقار، كنحاول ما أمكن أني نجيب لكم أحسن وأجود العروض العقارية. اليوم أجيب لكم شقة اللي فيتت سكرات، شقة كما كنقولوا المستعملة اللي دوزيام، ولكن الميزة اللي فيها هي أنها كتوجد بوسط المدينة بالقلب المابض لمدينة مكناس، ألا وهو حمرية، وسط حمرية. وحتى الحاجة اللي عجبتني واللي دفعتني أن نجي ونصور هذا العقار ونحطو لكم باش كل شيء يشوفو، ألا وهو الموقع ديالها والمساحة والثمن. غنبدا لكم بعدا الثمن ديالها، الثمن ديال هذا العقار اللي كنوصف اليوم واللي غادي نوريه لكم كامل هو 550,000 درهم. كنهضرو 55 مليون، ولربما يكون هذا الثمن قابل للتفاوض وللنقاش مع اصحاب هذا العقار. اجي نشوفوا قبل ما كل شيء، قبل ما غادي ندوزو نعطيكم المعلومات الاخرى، اجي نوريكم بعدا برا ديال هذا العقار ولا ديال هذه الشقه، باش تعرفوا شنو كاين من املاك مشتركه اللي عندك الحق في الاستغلال ديالها. اذا فاش كنخرجوا عندي الشقه هي هذه، هذا هو الباب. عندي هنا راه كاين مصعد، مصعد اللي كيهبطك مثلا، كاين مرآب ديال السيارات، كيهبطك مصعد حتى لمرآب ديال السيارات، وكاينه فقط شقة محادية واحدة، إذا جوج ديال الشقق اللي عندنا في كل طابق. المدخل ديال العقار هو هذا، الباب كما كتشوفوه باب خشبي من نوع الممتاز، وحنا داخلين باش نعرفوا في الصالة مزيان، هي أن على يدينا ديال اليمن كتلقى مطبخ خشبي من نوع حتى هو الجيد. هو هذا ومطبخ اللي هو كبير. اما بالنسبه ملي هضرنا على المساحه، ولا هضرنا قلنا كبير، نهضروا على المساحه. المساحه ديال هذا العقار، المساحه اللي عنده في الاوراق كما اكد لي صاحب هذا العقار، هو 92 متر مربع، 92 متر مربع بثمن ديال 550,000 درهم، واللي يزيد بحاجه اللي ممتازه هي راه هنا كنتواجدوا بوسط مدينه مكناس، الا وهو حمريه في القلب النابض، بالضبط بالضبط الموقع على مقربه من القنطره اللي معروف في مدينه مكناس باسم القنطره، ولا على مقربه من شارع الجيش الملكي، بلاصه اللي هي مطلوبه وبلاصه اللي هي ممتازه. اجيو نكملوا الزياره ديالنا. حنا شفنا المطبخ كامل، المطبخ فيه هذه البلاصه اللي ممكن الانسان يدير فيه الثلاجه، اللي ممكن يدير فيه مثلا الفريكو ديالو. عندنا الصالون ديالنا هو هذا، الصالون عنده اطلاله على شارع، وشارع اللي هو كبير اللي فيه مثلا اي حاجه يحتاجها الانسان من مثلا بقال او مقاهي وكذلك مواصلات، كل شيء كاين بالمحادث ديال هذا العقار. وسط المدينه راه كنا كنعرفوه، قريب من الادارات، قريب من جميع المراكز، قريب مثلا كذلك من نهضروا على المدارس، حتى المدارس قريبه عندك هنا، المدارس سواء خصوصيه سواء عموميه، والمسجد. نزيدو نكملو باش غادي نشاهدو ونشوفو الغرف. عندنا الحمام رقم واحد هو هذا، دوش طواليت ديالو، وهنا هنا فين كيتواجدو عندنا الغرف. الحاجة اللي تلفت الانتباه ديالي هي أن عندك هنا واحد الباب اللي تيفصل ما بين الجهة اللي فيها الغرف وما بين الجهة اللي فيها مثلا الجهة ديال الاستقبال ولا ما بين الصالون. حنا غاديين كنلقاو عندنا هنا حمام، شيء اللي ما بقيناش كنشوفوه هو حمام بالبانيو ديالو ولا بالبانوار ديالو، فيه طواليت دوش وحمام اللي هو التكساء، وراه كتجلى المساحة ديال هاد العقار. فاش كنشوفو مثلا حمام بحال هذا، حمام كبير، كيبان لك بان راه كاينة المساحة في هاد العقار. كنستمرو تنلقاو عندنا الغرفة رقم واحد، غرف اللي هما كبار ماشي غرف صغيرة. عندنا البلاكار، غرفة اللي فيها البلاكار ديالها، وغرف من الحجم المطلوب. بالإطلالة ديالها على الجهة ديال المطبخ، ولا بالإطلالة على الداخل ديال هاد العمارة. كتبقى لنا الغرفة الأخيرة. ما بين قوسين ان هذا العقار ضروري، حيت عقار اللي كنحضروا في عقار اللي هو دوزيام، راه ضروري من الانسان فاش كياخذو كيدخل عليه بعض الاصلاحات، لا سيما من ناحيه ديال الصباغه ديالو، لان عقار اللي كان خايف يسكن حاجه اللي هي طبيعيه ان الانسان ممكن يعاود الصباغه ديالو. مساحه 92 متر مربع،
في وسط مدينة مكلاس على مقربة محطة القطار الصغيرة على مقربة من شارع الجيش الملكي. موقع اللي جد جد ممتاز وكما قلت بالثمن ديال 550,000 درهم ولا ربما يكون هناك شيئا ما من التفاوض ومن النقاش مع أصحاب هذا العقار. اللي بغى يشوف العقار في معي الاتصال والتواصل معي وأنا رهن الخدمة ورهن الإشارة ديالكم. كنقول لكم أعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في عرض مقبل إن شاء الله مع ذلك.